الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في هذه الحصة الجديدة واللي كتعلقنا طبعا بمجموعة من النماذج ديال الامتحانات القسم السادس، وكيتعلق طبعا بالظواهر اللغوية. نعم، الظواهر اللغوية. سنأخذ أكثر من حوالي 10 امتحانات، نعم، ديال سنة 2021. نبدأ ب طبعا ديال عين الشق، مدير إقليم عين الشق ديال الدار البيضاء. هنا الصرف والتحويل، أكملوا الجملتين الآتيين بفعلين مناسبين. نعم، هنا المغترب إلى وطنه فخورا، طبيعة المغربي، نعم، كل من زاره. نعم، إذا الأولى أقول يعود المغترب إلى وطنه، يعود. نعم، هنا طبعا نكتب الفعل يعود المغترب إلى وطنه، طبيعة المغربين، نعم، كل من زاره، نعم، تفتن طبيعة أو تسحر، نعم، تسحر تسحر ولا نقول تفتن. إذا مطلوب منا نحدو فعل، نعم، هي تفتن لا تسحر. نعم، سيلو ما نكتبش مزيان، تفتن تفتن، نعم، دير فاء، تفتن أو تسحر كل من زاره. هنا أصوغ اسم مكان ومن الفعلين الآتيين. اسم مكان، بلادي صدر قوتي، نعم، بلادي. إذا اسم مكان إذا كان ثلاثي إما على وزن مفعل أو مفعل حسب طبعا تحويله في المضارع. بلادي مصدر، مصدر، نعم، مصدر مصدر قوتي. الوطن الفعل استودع الافتخار، الوطن، نعم، مكان الافتخار أو مستودع، مستودع الافتخار، مستودع الافتخار، نعم، مستودع الافتخار. نعم، عندنا أكمل الجدول الآتي ما يناسب الأفعال. اغترب، وعد، نصوغ من اسم فاعل واسم مفعول. اغترب فهو غير ثلاثي، إذا اسم فاعل يبدأ بالميم مضمومة، نقول مغترب، مغترب كسر ما قبل آخره، مغترب. علاش درنا؟ بلا ما نقول نحول الى المضارع مع ابدال الياء ميما مضمومه، صافي غير ثلاثي يكفي ان ندير ميم مضمومه وكسر ما قبل آخره. واسم مفعول مغترب، مغترب، نعم، مغترب، مغترب. هنا وعد ثلاثي، هذا واعد فهو ثلاثي، اسم فاعل ديالو هو واعد، نعم، على وزن فاعل لأنه ثلاثي. واعد اسم مفعول على وزن مفعول، موعود، موعود، نعم، موعود. إذا نكمل. أصوغ اسم الآلة من الفعلين الآتيين. حب الوطني، هنا الفعل فتح، حب الوطني، نعم، إذا اسم آلة مفتاح تقدمي، نعم، مفتاح التقدم. وهنا العقل، وهنا الفعل وزن، الإنسان في حياتي، نعم، العقل ميزان، ميزان الإنسان في حياته. نمر إلى السؤال الموالي. أصوغ اسم تفضيل من الفعلين الآتيين. المغرب، هنا حسن البلدان، يعني أحسن اسم تفضيل يضاف على وزن أفعل، أحسن، أحسن البلدان. ثم عندنا هنا العلم نفع من المال، العلم أنفع من المال على وزن أفعل، أنفع، أنفع من المال، نعم. هذا طبعا. نمر إلى ظاهرة صرفية أخرى في طبعا امتحان آخر. إذا هذا امتحان ديال الحي المحمدي طبعا عين السبع. أصوغ من الأفعال الآتية حسب ما مطلوب، نعم، الأولى اقترب اسم الفاعل، اقترب، نصوغ من اسم الفاعل، اقترب غير ثلاثي، إذا هيجي على الشكل ميم مضمومة، مقترب، نعم، مقترب، كسر ما قبل آخره، ميم مضمومة، إذا كان غير ثلاثي يبدأ بميم مضمومة وكسر ما قبل آخره، مقترب. رتب اسم مفعول، حتى هذا غير ثلاثي، رتب هيكون مبدو بميم مضمومة، مرتب، مرتب، نعم، مرتب، ها هي مرتب. دابا رمى، عنصر من اسم مكان، رمى،
اسم مكان على وزن مفعول او مفعل، مرمى. نعم، مرمى. ثم شرق اسم زمان، مشرق. نعم، مشرق، مشرق. نعم، مشرق، كاين هنا تحت مشرق. ثم اسم آلة، من طبعا برد، مبراد. نعم، مبراد فعل او يخ. ونشر، من شار. دابا الان اسم تفضيل، من فعل كرمه. اسم تفضيل يعني على وزن افعل كرمه، اكرم، اكرم الناس خلقا، اكرم. نعم، اذا هذا بالنسبه طبعا للضوابط الاصلي. نعم، غرس الفلاح هنا 14 شجره، هذه مؤنث، اذا تكون 10 فهي مؤنث. غرس الفلاح 14، نعم، 10 شجرة. نعم، شجرة، إذا 10 كتمشي مع شجرة، مع المعدود. نعم، قرأ ياسين، عندنا 5. وقصص، مفرد قصص، قصة، نقول هذه قصة، إذا مؤنث، إذا 5 تكون مذكر. قرأ ياسين 5 وليس 5، 5، 5 قصص. نعم، 5 قصص. ننتقل إلى امتحان آخر. طبعا هذا امتحان آخر، يقول لنا هنا: أصرف الأفعال حسب المطلوب مع الشكل التام، يأمر بالعطف على الأطفال، المضارع مع ضمير مثنى، مثنى المؤنث، يعني هما ديال المؤنث، هما تأمران، هما تأمران بالعطف على الأطفال، هذه كتكتب كما هي بالعطف على الأطفال، صافي ماشي مشكل، هما تأمران. دابا هنا قال خير الكلام، الأمر مع ضمير جمع مذكر مخاطب، يعني أنتم، ضمير الجمع المذكر المخاطب. نعم، أنتم قولوا، أنتم قولوا خير الكلام، قولوا خير الكلام، أهم هذا هو الفعل. ثم هنا أتمموا الجدول بما يناسب مع الشكل. نشر، نخرج منا اسم فاعل، هذا ثلاثي، نشر، نشر ثلاثي اسم فاعل يكون وزن فاعل. ناشر، نعم، ناشر. واسم مفعول على وزن مفعول، منشور، نعم، منشور، منشور. واسم الآلة طبعا منشار، نقول نشر بالمنشار، منشار، هذه اسم الآلة على وزن مفعول. أصوغ اسم مكان أو الزمان من الفعل الآتي مع الشكل: حضر الأطفال إلى، اختبر العلوم. نعم، هذه نحولها إلى اسم مكان، إلى مختبر، مختبر العلوم، في، أعطونا الفعل وعد المحدد، في الموعد. نعم، هيا أعتذر، في الموعد، ألف لام طوالنا، في الموعد، في الموعد. نعم، هنا أصوغ اسم التفضيل من الأفعال الآتية: ما في العظمة التي يمته، ما أعظم، ما أعظم الاهتمام بالطفولة. نعم، هنا لعب فريقنا، عندنا 5 مباريات، مفردها مباراة، نقول هذه مباراة. إذا لعب فريقنا تكون مادام مباراة مؤنث، تكون هذه مذكر. لعب فريقنا كم؟ 5 وليس 5، 5 مباريات. في قسمنا 13 تلميذا، هذا تلميذ مذكر، إذا هذه 10 تكون هي مذكر، تكون 10، تكون 13 في قسمنا 10. نعم، فهاد 10 تكون بحال بحال تلميذ، ما عندهاش التاء. نعم، هذا نمر إلى امتحان آخر. نعم، هذا امتحان آخر، عندنا أصوغ اسمي طبعا الفاعل والمفعول من الفعلين: دخل واستخرج. لاحظوا الفعل دخل فهو ثلاثي، والفعل الثلاثي على وزن فاعل: دخل، داخل، داخل. واسم مفعول على وزن مفعول: مدخول، نعم، مدخول. بالنسبة للفعل استخرج فهو غير ثلاثي، إذا سواء اسم فاعل واسم فعل مدوبين مضمومة، فنقول مستخرج هنا، مستخ اسم فاعل عنده هنا مستخرج.
اسم مفعول توبني بالميم، مستخرج فتح ما قبل آخره. نعم. الحد هاتي اسم الزمان والمكان من الفعل. يسبح فهو الفعل سبح، اسم مكان مسبح. نعم مسبح. وهنا وعد اسم زمان موعد، موعد. نعم موعد. هنا اسم الآلة نشر، بماذا ينشر؟ منشار، منشار. وقص بالمقص، مقص. نعم مقص بشدانة، مقص. هنا اسم تفضيل طال، اسم تفضيل على وزن أفعل، طال أطول. حسن أحسن، أحسن حسن أحسن. نعم هنا صام آدم عندنا 3 أيام، هذا يوم نقول 3 أيام، 3 أيام، 3 أيام. علاش؟ لأنه عندنا اليوم مذكر، هذا يوم. نمر إلى امتحان آخر. هنا كان قال لك استخرج بين النص، حنا ما نتعاملش مع النص. أصوغ اسم الآلة من الفعل صاعدة، اسم الآلة من الفعل صاعدة. إذن أين نصعد؟ صاعد المصعد، مفعل مصعد، مصعد. نعم مصعد. أصوغ اسم تفضيل من حسن، وطبعا كرمة، حسن أحسن كما قلنا. هذا امتحان آخر في مدينة أخرى، أحسن. والأخرى عندنا أكرم، أكرم. نعم أكرم. هنا قال لك وحولوا حسب المطلوب جمع مؤنث، مد يد المساعدة للمقعد. نعم مد، هما جمع مؤنث، هي هن مددنا، هن مددنا، شكلها مددنا يد المساعدة طبعا للمقعد، مددنا يد المساعدة للمقعد. امتحان آخر تيقولنا هنا أحول الأفعال في الجملة التالية إلى ضمير متكلم مفرد اللي هو أنا. شد زياد الخرطوم في الحنفية ثم سقى الأشجار. إذا قلت أنا، أنا شددت. نعم شو تبان؟ أنا شددت، أنا شددت. طبعا شددت إن الجملة الخرطومة إلى الحنفية ثم سقيت، ثم سقيت هنا الكسر اللي تم التحويل ديالو، سقيت. نعم ثم ها هي اعتذر، ثم سقيت شددت ثم سقيت. نعم هنا قالوا لنا أصوغوا طبعا المشتقات من الفعل. تناثر اسم فاعل، تناثر غير ثلاثي، هيكون على وزن بالميم مضمومة، مو متناثرون كسر ما قبل آخره. المهم بدي ميم مضمومة، علاش؟ لأنه غير ثلاثي، بدي ميم مضمومة لأنه غير ثلاثي. اسم تفضيل من حسونة، لاحظنا هذا حسونة تداول مجموعة امتحانات، أحسن. ثم هنا قالوا لنا الفعل انطلق اسم مكان وغير ثلاثي، يكون هنا منطلق. نعم منطلق، الفتح ما قبل آخره، ميم مضمومة، منطلق. ونرش اسم الآلة، نرش باش بالمرشة، مرشة. نعم مرشة. هنا طبعا غرس الطفلان، عندنا 7 هنا، شجيرة، شجيرة، هذه شجيرة، إذن غتكون غرس الطفلان 7، 7 بدون تاء لأن شجيرة مؤنث، 7 شجيرات. لكن بين 93 تيكون جمع، هذا معدود تيكون جمع، شجيرات، شجيرات. نعم استطاع الطفلان أن يسقيا الحديقة، أن يسقيا، قلت حولنا هذاك الفعل، أن يسقيا، أن يسقيا بحركة التاء الياء دايرة آلي ممدودة، يسقيا. يوا قالك هنا لم توافق أليجو طبعا في الرأي، هنا قالك واش أخيها ولا أخاها ولا أخوها.
إذا هذه الأسماء الخمسة تكون مرفوعة بالواو منصوبة بالألف ومجرورة بالياء. لم توافق أريج أخاها، نعم لم توافق أريج ماذا؟ أخاها، حيث منصوب مفعول به، لم توافق أريج أخاها. أريج أرجح من أخيها زيادة، أرجح رأيا، نعم رأي ديالك كان صائب، رأيا أرجح رأيا، أريج أرجح رأيا من أخيها زياد. هنا الإعراب حسب طبعا النص، نعود إلى النص زعما أو نتركه إلى طبعا حصة أخرى. هذا امتحان آخر طبعا. أحول جملة أخذ بأسلوب سليم في الأمر. أنت خذ، أنت خذ، خذ بأسلوب سليم، خذ. وخذ تكتب هكذا، الخاء والدال ومعجم، خذ. أنت خذ بأسلوب طبعا سليم. أسطر على الفعل الأجوف، في الأجوف اللي تكون الوسط ديالو حرف علة. مال وصل، مال هذا هو اللي صح، مال هو حرف علة الوسط، مال. هنا أصوغ اسم الفاعل من الفعل الأتي، خدم واستخدم، هذا خدمة ولادي، فاسم فاعل ديالو على وزن فاعل يكون خادم، خادم، خادم. وهذا غير ثلاثي استخدم، عبد ميم مضموم، استخدم عند مو مستخدم، 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 هاي مستخدم، علاش؟ لانه غير ثلاثي عبد ميم مضمومه مستخدم. نوت ميم ديال هاد